الحمد لله. الله يا كابتن. طيب احنا عرفنا دلوقتي ان سادومبا خلاص وقع نهائيا للنادي الاهلي، وهيبقى ان شاء الله متواجد من اول يناير باذن الله مع النادي الاهلي. والله ان شاء الله اقول يا رب ان شاء الله الامور ماشيه بطريقه كويسه وطريقه حلوه، و يعني بالتراتيب يعني ما الامور ما اكتملت، لكن ان شاء الله بنرتب في الامور. هو عقده خلصان مع نادي الهلال خلاص، ما فيش اي مشكله معاه. انا عقده انتهى وهو حر الان. وهتيجوا مصر بقى قريبا هتقعدوا مع النادي الاهلي؟ اتفضل. يعني ان شاء الله هتيجوا مصر وتوصلوا مصر قريب وتخلصوا كل بقى التوقيعات النهائيه يعني قريبا؟ والله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، يعني احنا قريب ان شاء الله حكون في مصر، والاخوان اخوان في 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 نادي الاهلي. حقيقه اول حاجه انا سعيد انه تعاملت معاهم، وحقيقه شرفونا بالظهور الطيب في كاس العالم للانديه، وان شاء الله بالتوفيق لهم دائما باذن الله. فقريب برضه بنجي ونلتقي بهم وبننهي الامور، يعني ناس كانوا حتى التفاوض كان بصوره حلوه، والتفاوض كان يعني جميل انا بعتبره. يعني انا كنت اعرف ان في انديه من الامارات عايزه سادومبا، لكن خلاص استقريتوا على النادي الاهلي تماما خلاص، يعني ما فيش لسه هتشوفوا السعر هنا كام وهنا رقم كام وبعدين توازنوا الامور. لا هي حقيقه في مجموعه بتاعت انديه مش فقط النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي انا بعتبره انا شخصيا بعتبره من اقرب الانديه للوزن. مش فقط لشيتاني، لكن اللاعب نفسه يعني ظهر عايز كان يلعب يومين، ظهر في قناه جون الرياضيه في السودان، وتكلم بانه اصلا تلقى العرض، وهو حقيقه معجب بعرض النادي الاهلي، وكنادي عريق وكنادي كبير، وعايز يتحصل على مثلا كاس ابطال افريقيا او كذا مع النادي الاهلي. طب هو اللعيب بيكون دايما مع رغبه اللاعب اكيد، يعني طبعا اكيد اكيد. اللعيب بقى له 3 سنين في النادي الهلال او 4 سنوات اعتقد، الهلال ما سعاش انه يجدد عقده تاني؟ 3 سنوات. الهلال ما رضيش يجدد عقده، ولا هو سادومبا اللي ما رضيش يجدد عقده عايز يشوف منطقه تانية يعني؟ لا، كان الهلال كان عنده الرغبه، واللاعب برضه هو كان حقيقه يعني سعيد بتواجده، سعيد جدا كان بتواجده في السودان، الدلاله لكده اداؤه وحصوله على كاس حصوله على هداف دوري ابطال افريقيا السنه اللي قبل الفائده، والسنه هذه حصول على ابطال افريقيا في الكونفدراليه، اقصد في الكونفدراليه برضه السنه الثانيه، فدي دلاله انه هو اصلا مرغوب يعني. و ان شاء الله حاجه يعني تيجوا في مصر بتشرفونا، وان شاء الله اللعيب يبقى يكون محترم في النادي الاهلي، لعيب كويس ونستفيد منه كلنا نتفرج عليه. بشكرك استاذ ابو بكر مصطفى، شكرا جزيلا. وكيل لاعب سادومبا اللي هيكون قريبا ان شاء الله في النادي الاهلي. خلينا نطلع لتقرير، كان في مباراه سموحه والمقصه في نهائي الدوره التنشيطيه، نطلع للتقرير.